عجل الله فرجك عجل الله للعالمين. والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. القرآن يفتح قلوبنا، يفتح عقولنا. ربيع، القرآن ربيع الشهر العظيم، وشهر رمضان ربيع القرآن، فنأخذ منه ما نستطيع، لكن طريقة الأخذ طريقة، لاحظوها أحبتي. القضايا التي نبحثها لأنها من أهل البيت وهم عظماء، فقضايا عظيمة وعميقة جدا لأنها من مصدر عظيم، فتكون عظيمة جدا. لذلك قبل الدخول بالموضوع هناك مقدمة قصيرة نتوجه إليها أحبتي من جهتين. الجهة الأولى لاحظوها، كل شيء في هذا الكون جعل الله له عالم ملكوت. الملكوت مرتبط بالغيب، عالم ملك. الآن أنت في عالم الملك، هذا بدنك ووجهك وحواسك وجوارحك الطيبة، هذا عالم ملك. لكن عقلك، هناك عقلك وقلبك ومشاعرك وروحك والنية التي في قلبك، هذا عالم ملكوت، عالم ملكوت. لذلك الإنسان عندما يتحرك في طريق النجاح يجب أن يلتفت إلى العالمين، إلى عالم الملك وعالم الملكوت. حتى في العبادات التي نؤديها، الصلاة فيها عالم الملك والملكوت، وتبدأ بعالم الملكوت من النية، تبدأ بالنية، النية ثم القراءة على لسانك، ثم الركوع والسجود والقنوت في بدنك. لاحظ عالم الملك شارك عالم الملكوت في هذه الصلاة التي
تصليها النية. ولذلك ليس واجبا عليك إظهار النية، يعني تلفظ بالنية مو واجب عليك، لأنك تنطلق من عالم الملكوت أمام الله الذي هو مطلع على ضميرك وعلى نيتك، فما يحتاج حتى في شهر رمضان عندما تصوم النية فقط في قلبك أنك تصوم الشهر كله، نية واحدة كافية تصوم هذا الشهر، ما يحتاج تقول، لأن هذا عقد بينك وبين الله وهو مطلع على قلبك، فلا يحتاج أن يكون مثل العقد بالبيع والشراء أو بالزواج يكون قبول وإيجاب وكذا، لا، إنما هو قضية خاصة في قلبك تشترك فيها كل جوارحك. الحج كذلك، عندما تنطلق في الحج نفس الشيء، النية في قلبك ثم التلبية والدعاء على لسانك ثم السعي والطواف والصلاة كلها بجوارحك. عالم الملكوت في كل شيء، هذه النحلة التي تراها أمامك لها عالم ملكوت، النملة لها عالم ملكوت، التفت عظمة الخلق وعظمة الشيء في ارتباطه بعالم الملكوت، لأن عالم الملكوت وين يصل بك؟ لاحظ الدقة، الورقة هذه النواة، نواة الشجرة عندما تنظر إليها تجد فيها خريطة تصميم وخارطة كاملة لشجرة تظهر من هذه النواة بكل ألوانها، حتى الورقة، شكل الورقة، ترتيب الورقة، الثمر الذي تعطيه لك، لون الثمر، طعم الثمر، شوف هذا النظام كله في نواة صغيرة تشوفها أمامك. أمامك هذه النواة لها عالم ملك، تلاحظها يمكن واحد ما يلتفت إليها، لكن هذه النواة مرتبطة بعالم الملكوت. عالم الملكوت يظهر قدرته عندما تنشأ هذه الشجرة تطلع. شوفوا دقة التعبير، كل شيء في آخر سورة ياسين تقرؤونها كل يوم، تحفظون آخر آية، اقرأها وفكر فيها جيدا، شوف: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، يعني ما بقى شيء ما إلى ملكوت. أنت تقرأها آخر آية في سورة ياسين، فسبحان، وبعدين هاي فاء التفريع، يعني النتيجة من قراءتك لسورة ياسين هي هذه النتيجة العظيمة: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ثم تروح تمشي في نفس سورة ياسين، لاحظ الدقة، هذه آخر آية يقول أن كل شيء له عالم ملكوت بيد الله، لكن الله يقول لك أنا كل شيء، كل عالم ملكوت بيدي جعلته في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه الآية رقمها 12 في سورة ياسين، وتطلع إلى آخر الآية تجد هالمعنى الدقيق، لأن الله يقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ماذا يعني بيده؟ يجب أن يكون هناك يد لله ووجه لله وروح لله وطريق لله، وهو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فيبدأ الإمام معك من عالم الملكوت. أبو خالد الكابولي هذا شاب عمره 20 سنة، يعني التقى بالإمام الصادق وعمره 17 سنة، 17 عاما، وصار من العباقرة سبحان الله. يقول له الإمام الصادق، يقول له، يقول: يا أبا خالد، يشير إلى شيئين، يقول: يا أبا خالد، والله لنور الإمام في قلب المؤمن أوضح من هذه الشمس الساطعة المشرقة. شوف شوف أحبابي، أنت وين؟ ما شاء الله عليكم أحبابي، الله يحفظكم يحرسكم،
انظروا إلى هذه النعمة التي عندك، نور الإمام في قلبك أوضح من الشمس، يعني ما في شك ولا ريب. هل تشك في الشمس؟ يمكن واحد يجيك يقول لك والله أنا شاك، هذه الشمس هذه ليست شمس. لا، لا يمكن الشك بالإمام، لأن الشك بالإمام يأخذ صاحبه إلى قعر جهنم، ما في كلام أصلا أبدا. القضية من الإمام، ما هي علاقتك بالإمام سلام الله عليه؟ لأنك بعت ما تملك من نفس ومال واستلمت الثمن، والإمام سلام الله عليه هو اللي يكون في طريقك. شوف، هذه جهة طبعا فيها تعميق للفكر نتناول خلال الكلام، لكن لاحظ المسألة الأخرى، كل شيء أيضا لكي يؤدي دوره يحتاج إلى شيئين ويمكن إلى أربعة أشياء، يحتاج إلى زمان ومكان، ويحتاج إلى قدرة، ويحتاج إلى رفع الموانع. هذا بحث طويل ما علينا به، نحن نأخذ الإشارات السريعة مثل الفلاشات الضوء حتى نوصل بسرعة. لاحظ الدقة، كل شيء. الآن هذه امرأة عمران، أم مريم العذراء، نذرت لله سبحانه وتعالى أنه إذا رزقها مولود، هذا المولود يكون في بيت المقدس وما يطلع من بيت المقدس. هاي الجهة الثانية، لاحظها جيدا. وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، والله تقبل منها، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا مريم. لكن لاحظوا الدقة، وإذ قالت امرأة عمران في سورة آل عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، المحرر هو لا يخرج، الذي لا يخرج من المسجد، لا يخرج من الجامع إلى الأبد، يعني ما دام هو حي لا يجوز له الخروج إلا إذا ضرورة هناك. شوف الآن، مريم حملت بعيسى وخرجت من المسجد، على رواية أهل البيت روحي لهم الفداء يقولون خرجت إلى كربلاء، وما في بأس، كربلاء هي أرض مقدسة طاهرة فيها عمق، لأنها هزت النخلة، والبيت المقدس ما في نخيل على العادة، فيه شجر زيتون، فوجود النخلة لمريم دليل أنها راحت في عمق العراق في كربلاء، والنخلة كانت موجودة في مصرع الإمام الحسين على مكان قبره ومصرعه. الآن ذهبت ساعات أيام على الروايات، 9 ساعات حمله، ورجعت. لما رجعت يعني تصور الآن هي ذهبت 2 يوم بعد رجوعها، لقائها بقومها، الكلام كذا، اعتبر السفرة 3 أيام. هل في إمكان مريم، متوجه إلي أنا أتكلم معك وأنت واعي، هل في إمكان مريم أن تقضي 3 أيام لأنها كانت محررة في المسجد ولا تخرج من المسجد منذورة، إني نذرت لك ما في بطني محررة؟ هل كان في إمكان مريم أن تقضي 3 أيام؟ تقول أنا راح أقضي 3 أيام لأني خرجت إلى كربلاء ورجعت. يمكن تستطيع مريم؟ ما تستطيع. لماذا ما تستطيع؟ لأن القضاء يحتاج إلى زمن ومكان، زمان ومكان. هي عندها الزمان مستغرق والمكان مستغرق، فكيف يمكن أن تؤدي القضاء؟ أنت الآن في شهر رمضان وعندك نذر 10 أيام صيام، تقدر تصومهم في شهر رمضان؟ تقدر تصوم 10 أيام نذر في شهر رمضان؟ جاوبني.
ما تقدر تصوم. لماذا ما تستطيع؟ لأن الوقت مستغرق، رمضان مستغرق بالصيام الفرض الواجب عليك، وإن كان النذر واجب لكن هنا ما يأتي، لأن ما عندك زمان ومكان للنذر العشرة أيام، لازم تصوم بشوال أو تصوم ذي القعدة. كذلك مريم ما تستطيع أن تقضي لأنها زمانها مستغرق كله. أمها نذرتها، نذرت لك ما في بطني محررة، فالمحرر ما يخرج من المسجد، فكل لحظة من لحظات حياتها بالمسجد هي مستغرقة بالواجب بالنذر، فلا تستطيع أن تقضي. صحيح؟ الآن لاحظ، أنت جالس أمامي رجال ونساء، وأينما تكونون أينما تكونون في الأرض تتابعون هذا المجلس العظيم. أقول عظيم لأن أهل المجلس عظماء وما في إشكال، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قلوب المتقية تعظم هذه المجالس وتحترم هذا المنبر وتحترم هذا الجلوس وهذا التوجه. أنت الآن تملك شيئين، الشيء الأول نفسك تملكها، والشيء الثاني مالك، المال. المال فيه إشارة إلى كل الطاقات الموجودة أمامك في الأرض. لاحظ، الآن تملك نفسك وتملك المال، مرت عليك ساعة وأنت في عالم الذر، جرت فيها صفقة بيع وشراء. سبحان الله، أنت بعت نفسك وبعت مالك لله، والشهود شهدوا، الملائكة كلها شهدت عليك، جوارحك رب العالمين، وأكبر شاهد عليك على أنك بعت نفسك ومالك لله هو الإمام صاحب العصر والزمان. أنا عندما أقول الإمام صاحب العصر يعني كل الأنبياء، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أمير المؤمنين، يعني الحسن والحسين، إلى الإمام الصاحب، لأن هو العاقبة الطيبة الحسنة، والذي لا يصل إلى الإمام الصاحب يكون في حطب جهنم، هذا شيء طبيعي ما في كلام. فأنت بعت نفسك وبعت مالك لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وبعت ووافقت ووقعت. ولما تنزل، لما تنزل من بطن أمك أنت بايع، ما تملك شيء، فهذه نفسك التي بعتها أنت لله تستطيع أن تعطيها لواحد آخر؟ إذا تقدر تصوم بشهر رمضان صيام غير شهر رمضان، تقدر تعطي نفسك لشخص آخر وتبيع نفسك لأناس آخرين. مالك الذي تملكه هذا مبيوع، بيع خاص لله، يمكن أن تتصرف بأموالك في غير طريق الله. شوف هذه المسألة أحبتي، لاحظوها جيدا، كثير مسألة واضحة، كما قال الإمام أيضا لأبو خالد الكابلي، والكلمة أن تحافظيها، قال: يا أبا خالد، هذه الشمس انظر إليها، والله إن أمرنا لا أوضح من هذه الشمس. ما في مجال للتشكيكات ولا مجال للتردد ولا مجال للضعف ولا مجال للاستكانة، عندك هذه القضية أمامك، أنت لاحظها، امشي فيها. الله سبحانه وتعالى أعطاك النفس وأعطاك المال، يعني أعطاك هذا البدن والجوارح والعقل والقلب وكلها كلها، يقول: هذه كلها إنما جاءت للعمل من أجل الحق، وشرط عملها في طريق الحق أن يكون لك إمام معصوم، أن يكون لك إمام حجة، لأنه لو رفع الحجة من الأرض لساخت الأرض بأهلها في لحظات. أنت تلاحظ الكرة الأرضية الآن، الكرة الأرضية
لو واحد يفكر فيها لحظات، وقطعا تفكرون فيها، هذه البحار العملاقة التي تغطي الأرض كلها أو ثلاثة أرباعها أو ثلثين الأرض كما يقولون، وتشوف الكرة الأرضية هي كروية الشكل، يعني الآن أنت في حالة في بحار فوقك صايرة، كيف هذه البحار ما تندلق على الناس وتغرقهم وتدمرهم؟ هاي في قضايا معينة يحدث زلزال، يأتي تسونامي، يذكر العالم، يذكرهم دقائق ما الذي يحصل، وأنت عايش سنوات طويلة في أمن وأمان في هذه الأرض. لماذا؟ لأن عليها صاحب العصر والزمان، لأن على الأرض ربها، لأن على الأرض الصاحب الذي سيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. لاحظوا أحبتي هذا المعنى الكبير. فيأتي القرآن الكريم يبين لك هذه الملاحظة. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد مكناهم، لكن نحن نأخذ هذه، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. بعدين مباشرة يعطيك السبب، أنت بعت نفسك لله والبيع والشراء حصل، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وصفقة البيع والشراء حصلت بين الركن والمقام عند الكعبة، عالم الذر، الله ذر بني آدم يدبون أمامه، يعني كلنا موجودون هناك في تلك الساعة، لكنه نسينا، فالقرآن يذكرنا وأهل البيت والعقل. لا، يقول فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. لماذا؟ لماذا؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله، وآيات الله هم أهل البيت، هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، الآيات الكبرى، الآية الكبرى هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ووصيك تقرؤون، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك، بعد وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة، أنا أذكرها للبركة حبيبي، وإمامي الهدى الحسن والحسين، لأن الناس ما سامعين بهذه الأسماء، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، بعدين يقول والخلف الهادي المهدي. هذا المعنى أحبتي، شوف، لأنهم جحدوا بإمامهم فجوارحهم سقطت، تعطلت عن العمل، يقوم بعمل في يديه، يقوم بعمل في عينه، يقرأ، يكتب، يذهب، يأتي، لكن ما فيها غنى لأنها ما مقبولة. شرط القبول الولاية، عندك ولاية أعمالك مقبولة، ما عندك ولاية أعمالك ما مقبولة. ولذلك التشكيكات، لاحظوها أحبابي الآن، كل التشكيكات على الولاية تنصب، على فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، على قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، على منبر الحسين، على الشعائر، شوف تشكيكات، طوفان من التشكيكات. والآن الانترنت واليوتيوب والفيسبوك وكذا كلها موجودة، فتلاحظ الرسائل اللي تبعث للشباب وللناس وللكذا شيء، وتشكيك بكل شيء، بمقدساتنا، بثوابتنا، تشكيك فيها.
تريد أن تتكلم عن فضائل أمير المؤمنين، هذه مبالغات. كأنه علي بن أبي طالب سلام الله عليه واحد من سائر الناس، يعني عادي. أو يقول أنتم ما تركتوا شيء لله. شوف الجهل وعدم المعرفة. هو الله له حدود؟ الله سبحانه وتعالى عندما يقول كلماته قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ولو جئنا بمثله مددا. هذه حدود له. عظمة الحق أنك تلاحظ هذا الشيء في الإمام. لذلك أحبتي أيها الناس أيها المؤمنون رجالا ونساء، يجب أن نلتفت إلى القوة الكبرى الموجودة عند أهل البيت. القوة الكبرى عندما تقرؤون القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن وهم القرآن الناطق، فما بالك بهم أحبابي. يعني إذا تشاهد بعض الأمور وبعض الصور فكر فيها جيدا ماذا تعني، لأن الذين يقفون ضد أهل البيت يضربهم الحسد. حتى قسم من المؤمنين الذين كانوا مع الأئمة صاروا ضدهم مباشرة. لماذا؟ لأنه الحسد، الحسد. الإمام الصادق يقول إنه ليأتي على الرجل فيبادر بأي بادرة فيكفر بتلك البادرة. تتعجب أنت، البادرة يعني المبادرة، أنت مليء بالمبادرة، المطلوب منك أن تكون مليئا بالمبادرة. الإمام زين العابدين يقول اللهم اجعلني مليئا بالمبادرة. الإمام الصادق يقول إذا هممت بخير فبادر فإنك لا تدري ما يحدث. إذا هممت بخير بسرعة بادر، لا تنتظر. إذا هم أحدكم بعمل خير صالح، الإمام الصادق أيضا يقول فإن عن يمينه وشماله شيطانين يكفانه عن العمل. فلازم تبادر. تلاحظ شو تريد أن تصل رحمك بسرعة، روح بنفس اللحظة، لا تبقى تفكر بعدين الشيطان يقول لا ما يحتاج هؤلاء أو كذا. فبادر. المبادرة هي شيمة المؤمن وصفة المؤمن، مبادرة، ما في تردد، ما فيه تراجع. لكن هنا يقول الرجل يقوم بأي بادرة فيكفر. لماذا؟ الإمام يشرح أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول وإن الحسد ليأكل الإيمان. مو ذاك الحديث الذي يقول الحسد يأكل الحسنات، هنا هذا الحديث يقول وإن الحسد، بعد هالكلمة مباشرة في حديث واحد يقول وإن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطبة. إذن بيّن لك البادرة كانت بادرة حسد ضد الإيمان. وبعد ذلك يقول كما تأكل النار الحطب، يعني حسد أججته النيران، نيران الشياطين، نار الحقد، نار المنافسة، أعوذ بالله، في الباطل يعني وليس على الحق. فلذلك تجد أناس كثيرين انقلبوا على الأئمة سلام الله عليهم، صاروا ضدهم. شابان اسمهما الحسن والحسين، أبناء محمد بن مسلم. الإمام الصادق جالس في مجلسه فنال من محمد بن مسلم، تكلم ضده. محمد بن مسلم هذا الطحان الذي يحفظ 180,000 حديث، هذا في الكافي موجود 90,000 حديث. بعض الأخوة يقول إذا ما تذكر الأرقام، لأن بعض الناس يمكن ما يتحملون، لا يتحملون، شلنا شغل فيهم، هذه أرقام موجودة أهل البيت ذاكرها، والله ما يتحملون، إلى حيث ألقت رحلها المسألة. لاحظ الدقة، يحفظ 180,000 حديث محمد بن مسلم الطحان. يجلس بباب المسجد الأعظم في الكوفة وفي المدينة يبيع طحين، والناس يشترون منه طحين يسألونه عن مسائلهم
عن أهل البيت يجاوبهم، لأنه كان ممنوع السؤال حبيبي، ممنوع تسأل أنت عن دينك من أهل البيت. ولذلك هذا المعنى، يجيبهم والطحين على وجهه وعلى لحيته ويبيع. حتى النواب الأربعة، أنتم لاحظين النواب الأربعة للإمام سلام الله عليه وين؟ في بغداد، يبيعون الزيت والدهن، السمن، الزيت يبيعون، تمر يبيع ودهن يبيع وزيت، ناس يشترون منه، وهو نائب الإمام سلام الله عليه، عثمان بن سعيد العمري، الله، محمد بن، أبطال أبطال يا أخي، الحسين بن روح. هذا جاءته امرأة وبيدها خرج، لاحظ، بيدها خرج فيه أموال، فيه رسائل، فيه كذا، وتقول أنت الحسين بن روح، أنت وكيل الإمام صاحب؟ قال نعم. قالت أنا أريد دليل، قلبي ما مطمئن. قال أيها الغلام اذهب معها إلى نهر دجلة. هاي ثوابت أحكي لك إياها، شلون؟ اذهب معها على نهر دجلة وارمي الخرجة في النهر. نهر دجلة كان طافح ذيك الأيام، كان طافح، فأخذ الخرج منها ورماه في النهر، وأخذته الأمواج راح، رجعت ترتجف عند الحسين بن روح، سلمت عليه، قال رمي خرجك في الماء؟ قالت راح، في رسائل وفي كذا وفي أشياء. قال تريدينه؟ قالت نعم. مد يده للخرج صار بإيده، أعطاه إياه، تفضل. سبحان الله، يعني آصف بن برخيا يأتي بعرش بلقيس من سبع بأقل من طرفة عين. الإمام عنده شيء أكبر من آصف وأكبر من كل ما يدور في أذهان الناس أحبتي، لكن يحتاج إلى استيعاب، إلى استيعاب، يحتاج إلى استيعاب. أعطاه إياه وقال هذه الرسائل، هذه الرسالة وهذه الرسالة وكذا وكذا، شرح لها قبل أن تمد يدها في داخله. شوف المسائل كيف تكون. فهذا رجل يبيع الطحين، محمد بن مسلم الطحان، 90,000 حديث يحفظ من الإمام الباقر، و90,000 حديث يحفظ من الإمام الصادق. انت شوف 180,000 حديث، كتب الصحاح الستة جمعها كلها ما فيها 10,000 حديث، كل كتب الصحاح. أنا لا أريد أن أناقشها وأتكلم عنها، تارك الموضوع هذا. فعند ولدان اسمهما الحسن والحسين، كانا جالسين في مجلس الإمام الصادق. الإمام الصادق بأثناء حديثه وجه نقد لمحمد بن مسلم الطحان وتكلم ضده. فالحسن والحسين أبناء مسلم، محمد بن مسلم، أطرقا برأسيهما إلى الأرض، وصار موقف حرج لهم، إلى أن قام المجلس، فل المجلس والناس طلعوا، فأراد الخروج، أشار إليهما الإمام، استبقاهما، استدناهما، قبلهما، قال أنا أحملكما سلام لوالدكم العزيز محمد بن مسلم، قولا له أنت عندنا قريبا منا، أنت الثقة، أنت الأمين، إنما أنا نلت منك وعبتك وليس فيك عيب، لأخلصك من السلطان، لأن كان في المجلس، كان في المجلس، الشرطة سرية جاءوا لإلقاء القبض على محمد بن مسلم بأيام المنصور الدوانيقي لقتله. لما سمعوا الإمام الصادق يهاجم محمد بن مسلم كتبوا رسالة للمنصور، هذا ليس من أصحاب الإمام، الإمام الصادق هاجمه. شوف شوف الوعي أحبابي، حتى ما نتسرع في الأمور. ثم يقول لهما، يقول يا حسن يا حسين اسمع، والله إن العبد الصالح الخضر اللي كان مع موسى ما عاب السفينة وخرقها لعيب فيها، إنما عابها ليحفظها. لاحظ
كلام عظيم هذا الكلام حبيبي، جدا عظيم. إنما عابها ليحفظها حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. بالثاني يقول نكرا، هنا يقول إمرا. بعدين أخبره قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالإمام يقول لحسن وحسين، يقول أبلغ أباكما عن السلام وقولا له لا زال وراءك ملك سلطان غشوم ظلوم يتعقبك ويتعقب شيعتنا يريد القضاء عليهم في كل مكان، وإلا أنت مكانتك عندنا عظيمة. ثم يبين له، يقول إن السلطان وأعداء الله ينالون منك ليلا ونهار لقربك منا ولحبنا لك، لأننا نحبك، يشتموك، يحكون عليك، يهاجموك، يتهموك تهم باطلة. ما تلاحظون هذه الأجواء؟ الإمام الحسين رأسه على الرمح يقرأ القرآن ويقولون خارجي. معاوية كان يعلن أن علي بن أبي طالب ما كان يصلي وأمير المؤمنين قتل، هو الصلاة كيف ما كان يصلي؟ بس الهمج، الهمج الرعاع في كل مكان، هؤلاء موجودين. يعني شوف المسائل كيف تأتي وكيف تروح. عرضت أمامي الآن قضية ومسألة بس ما أذكرها، خليها تروح، خلي تروح. وجعلنا لهم أبصارا سمعا وأبصارا وأفئدة فما كان، ما كان يغني عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. تقف الحوراء زينب في مجلس يزيد وتنظر إلى يزيد يستهزئ بأكبر آية لله، الحسين سلام الله عليه، فتقرأ له هذه الآية: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، يعني كانت تحكي عن هذه الأيام، لأن في أيام يزيد ما كانت آفاق السماء موجودة كما أشرت لبعض الأخوة. آفاق السماء هاي الفضائيات، الآن آفاق السماء مأخوذة على أهل البيت ولا ما مأخوذة؟ شوفها آفاق السماء، أن بنا هوانا على الله وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا. شوف لا تطش جهلة، الأمور ما تصير هكذا. العاقبة لأهل البيت، العاقبة للمتقين، الانتصار للإيمان، الانتصار لليقين، الانتصار لأهل البيت. وها هو الإمام صاحب العصر والزمان ينتظر الإذن من رب العالمين في أي لحظة. لكن يجب أن تهيئ نفسك، في نيتك، في قلبك، تهيئ نفسك أنك تكون من أصحابه، تكون من جنوده. حقيقة في شهر رمضان يستطيع الواحد ينوي هذه النية أم لا، لأن له صنفين من الجنود: صنف هؤلاء 313 بعدد أصحاب بدر، وصنف عددهم 12,000 رجل وفيهم نساء، فيهم نساء لا يعلم عددهم إلا الله، غير 50 في 313 في 50 امرأة أيضا. أحبابي هذه ليالي عظيمة، تستطيع أن تفتح قلبك مع الإمام صاحب الأمر. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. من الآن واحد يربط نفسه، يرتبط بالإمام روح له الفداء، يدعو له، يقرأ دعاء العهد في الصباح إذا تنون هذه النية 40 يوم،
وبعض الناس للدهر كله يقرأ إلى أن يظهر الإمام سلام الله عليه. يعني هذا دعاء العهد اقرأوا وتأملوا به، تأملوا لما تقرأه، يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي ويا حيا حين لا حي، يا محيي الموتى. هذه صفات الله لكن أعطاها للإمام سلام الله عليه. الإمام دائما هو قبل الناس، الخليفة قبل الخليقة، وهو آخر واحد في الأرض أيضا. يا محيي الموتى روحي لك الفداء، ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أم ثرى. أنت إذا عندك غائب ما تسأل عنه حبيبي، هذا إمامك ليل نهار في قلبك وفي رأسك وفي مشاعرك وعلى لسانك، تسلم عليه، تدفع عنه صدقة، كل يوم ادفع صدقة عن الإمام لحفظ الإمام، اقرأ دعاء العهد. وفي دعاء العهد أيضا الإمام الصادق ينقل لك دعاء العهد، وبعدين تلاحظ، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه. شوف هو ينظر لك، لكن أنت هذا الدعاء معناه يمكن أن توفق لرؤية الإمام سلام الله عليه، يمكن توفق لرؤيتي، لكن يمكن في حال الرؤية مباشرة ما تلتفت إلى أن يذهب الإمام عنك، تعرف أنه إمام صلوات الله وسلامه عليه. سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه لما كان يقرأ القصيدة الحولية واعترض طريقه الإمام، قال أسمعني قصيدتك العينية، وصار سيد حيدر يقرأ: مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريع، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة. إلى أن يقول: سيدي ماذا يهيجك؟ سيد حيدر ينقل القصة، يقول: هذا السيد الجليل واقف يتطلع علي ودموعه مثل اللؤلؤ على خديه تنزل، أقول له: سيدي، وهو لا يعرف سيد حيدر أن هذا الإمام، سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع، قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة. ثم سيد حيدر يظهر كان يقرأ بصوت: ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيع. يقول ارتفع صوت السيد بالبكاء، وقال: سيد حيدر قف عندك، عندك بعد ما أقدر أتحمله. كلهم ما كان يستحملون، يسمعون: يا سيدي مصيبة الرضيع روحي له الفداء. عبد الله الرضيع لما غاب عنا عرف أنه هذا الإمام سلام الله عليه، غاب عنه خلاص هذا الإمام. كل إنسان يستطيع يردد هذه الكلمة: واكحل ناظري بنظرة مني إليه، بعد ذلك: وارحم استكانتنا بعده. ثم الإمام يقول لما تنتهي من الدعاء: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يقول: تضرب يدك اليمنى على فخذك 3 مرات وتقول: العجل العجل يا صاحب الزمان، العجل العجل يا صاحب الزمان، العجل العجل يا صاحب الزمان. فهو معك ونحن كلنا نتطلع إليه بقلوبنا ومشاعرنا، وننتظر تلك الصيحة وننتظر تلك الطلة وتلك الطلعة. الله، اللهم اكحل ناظري بنظرة مني إليه. في قلبك حقيقة، في قلبك الآن لو سمعت الصيحة الآن كمثال أقول، ماذا تصنع؟ هل تتردد وأنت تقول: يا ليتني كنت معك أبا عبد الله؟ هل فيه تردد في تلك اللحظة؟ الإنسان يكون مهيئ لأي ساعة لأي لحظة، رجال ونساء،
إذا هذه صارت الصيحة فمعناه الخير كله بدأ، والسلام كله بدأ، والرحمة كلها بدأت، والإيمان والقرآن والإسلام على حقيقته. تلاحظ يأتي إنما سمي الإمام المهدي بالمهدي لأنه يهدي لأمر جديد ما مطروح أبدا ولا أحد سامعه. لذلك اللي ما عندهم هذا الإيمان القوي يقفون ضده، يقفون ضده، وإلا يترك الإمام سلام الله عليه. هذه المصائب التي حلت بالعالم، مصيبة الحسين كربلاء اللي الإمام الليل والنهار يبكي، لأن دبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. يتركها كلها، يترك عمته زينب مربطة بالحبال في السبايا من بلد إلى بلد، يترك رقية روحي فداها تموت على رأس أبيها الحسين مظلومة، يترك هذه كلها ما إلها. أين الطالب بذحول الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ هذه كلها أمامنا وكأنها تدنو منا، الله يعلم ويشهد. هذا الإحساس العميق عند كل مؤمن، لأنه لا يأس عندنا أبدا، كأنها تدنو منا. أحبتي السيدة زينب، قلت لكم لما نظرت إلى رأس أخيها الحسين ويزيد بن معاوية يصنع فيه ذلك الصنيع، ما الذي صار؟ ما الذي حدث؟ أنا لا أستطيع أن أقول ماذا صنع يزيد بن معاوية، إنما يكفي إشارة، إشارة هكذا. أحبتي سيدة فاطمة بنت الحسين، واحد من تجار الشام يقول ليزيد هب لي هذه الجارية تكون خادمة عندي في بيتي. فاطمة بنت الحسين تقول أنا خفت وارتعدت ولثت بأطراف عمتي زينب، وقلت لها يا عمتا أوتمت وأستخدم بعد والدي الحسين؟ تقول وكانت عمتي تعلم أن ذلك لا يقع، ذلك لا يجوز، يعني عارفة المسألة، فقالت إن ذلك ليس لك ولا لأميرك هذا الجالس. فقال لها إن هذا لي يزيد، ولو شئت أن أفعل لفعلت. قالت إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. الآن يريد يرد عليها هذا الكلام، قال إنما خرج من الدين أبوك وأخوك، لأن الإمام علي كان يحارب معاوية أو معاوية حارب الإمام علي وهو حارب الحسين. إنما خرج من الدين أبوك وأخوك، قالت بدين الله ودين أبي وأخي ودين جدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. هذه امرأة مسبية حبيبي، شوف القلب العظيم. زينب، وما أدراك ما زينب. قال إياي تستقبلين بهذا الكلام يا عدوة الله؟ هي ما سامعة واحد يشتمها قبل تلك اللحظة، أول واحد سب السيدة زينب وشتمها هو يزيد، انكسر قلبها. وين راحت؟ كربل. راح قلبها إلى كربل، كانت تتمنى واحد يحضر عندها هناك. لذلك هنا حبيبي أنت كلها هذه وثائق، وثائق ووعود من الله تبارك وتعالى بالرجوع والعودة وظهور الإمام سلام الله عليه، لأن هذا الموقف ما ينتهي. أبو الفضل العباس أحد رجال الإمام الحجة، أحد رجال صاحب الزمان، يظهر معه. نعم، فتمنت حضور أبو الفضل العباس بتلك الساعة ودموعها تنهمر. فقام يزيد ليسكتها، قام ورفس رأس الحسين برجله. شوف هاي النقطة اللي تفاصيلها ما تقدر تدخل فيها، بس هذه، لأن خول ابن يزيد الأصبح اللعين لما دخل على يزيد كان رأس الحسين بيده، رماه بين يديه هكذا في المجلس. اللي قامت السيدة زينب وأهوت إلى جيبها فشقته، ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب. أنا من أول المجلس هذه برأسي أريد أقوله،
صوت حزين يقرح القلوب. هي كانت تخطب الآن، شوف الصوت الحزين ما هو. خاطبت الحسين في كربلاء، اتجهت إلى جدها رسول الله، صاحت: يا جداه يا رسول الله، صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين بالعرى، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والردى، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى، وإلى حمزة سيد الشهداء. هذا في كربلاء خاطبت جدها رسول الله، لكن في مجلس يزيد ما خاطبت جدها الرسول، خاطبت الحسين. صاحت: يا حسيناه. الإمام السجاد يقول: ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب. يمكن تستحضر نفسك لهذا الصوت الحزين كيف كان: يا حسيناه يا حبيب رسول الله. وياها وياها، انت انت وياها حبيبي وياها، لا تستحي لا تستحي، خلي صوتك مع سيد زين. يا حسيناه يا 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 حبيب رسول الله، يا ابن مكة ومنى، يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. تسمع هند زوجة يزيد صوت، قصة مفصلة ما علينا بها، إلى أن تتأكد هذا صوت العقيلة زينب. تدخل المجلس في تلك اللحظة تقول: يزيد، هذا رأس الحسين بين يديك، وهذه زينب صريخة آل عبد المطلب. لما نظرت زينب إلى هند تذكرت أيامها، غالبتها عبراتها. أنت سيدتي زينب، أنا زينب اللي يحجون غني، سلية المصايب ما سلني، ونزلة يا يا نزلة على عيوني وعمني، يا هند خان الدهر بينا، أبونا نجتل وحنا نسبيانا، ولا طارش اللي يصل المدينة يخبر هلي بالمرغلينة، وسافة الليالي غدرت بينا، أبونا نجتل وحنا نسبيانا. وإذا الحوراء زينب تقع في مصيبة أخرى بعد هذا الموقف، وهي مصيبة العزيزة الغالية رقية، مصيبة رقية. وإذا رقية بهالليلة هاي نفسها تفز من النوم، تستيقظ من النوم تقول لعمتها: عم زينب، لقد رأيت والدي الحسين مضطربة، أريد أبي الحسين منك. يا سبحان الله، الآن اليتيم له حقوق، البنت إذا كانت صغيرة لها حقوق، إذا كانت يتيمة لها حقوق، إذا كانت مسبية لها حقوق، هذه كلها مجتمعة في السيدة رقية. وإذا يبعث لها رأس الحسين مغطى بمنديل، هذا بعد موقف الحوراء زينب، لما رفعت المنديل رأت رأس أبيها، صاحت: أبتاه، ليتني عمياء ولا أرك في هذا الموقف، أبتاه، من الذي قطع الرأس الشريف، من الذي خضب الشيب العفيف، من أيتمني على صغر سني، يا والدي والله ظيم، أنا صير من زغريتي. وما زالت تتكلم بهذا الكلام ونحو حتى انقطع صوتها. الله أكبر، حركوها. الإمام السجاد قال: عم زينب ارفعي الرأس أبي الحسين. لماذا يا ابن أخي؟ دعها تشبع وداع. قال: عم لقد ماتت رقية.
على رأس الحسين جابوا وشافتهم من بعيد صاحت هلا براسك يا العميد يا هلال عزنا بليلة العيد ليش قطعت بينا يا صنديد وعفتنا ويا ناس المهوش جاويد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. هذا الدعاء مستحب واحد يكرر في هذه الليالي. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطم والحسن والحسين. اللهم فرج عنا واقضي حوائجنا للدنيا والآخرة، ووفقنا لصيام هذا الشهر وتلاوة كتابك يا أرحم الراحمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلوات.